محاكمة الثعلب، حكاية من التراث الألماني. ماذا جرى أيتها الدجاجة؟ لقد قتل الثعلب 5 من فراخ الصغيرات وأكلهن جميعا. هذا صحيح، إني آسف. انظري، كسر الثعلب قروني ومن حينه وأنا أتألم. انظر إلي، بينما كنت نائما نتب الثعلب ريشي ومن حينه وأنا لا أستطيع الطيران. ذلك الثعلب. جميع الحيوانات المتجمعة هنا تعذبت من قبل الثعلب، وها هم الآن يتناقشون الوضع سوية. أيها الأصدقاء، جاء الثعلب. نعم، هذا هو الثعلب، أمكر حيوانات الغابة. إنه قاس ومكروه من قبل الجميع. إنه غير صالح، وأراهن أنه عائد من إحدى جولاته القذرة. نعم فعلا. لن أستطيع تحمله بعد الآن. لماذا لم أشكوه لملك الغابة؟ هذا صحيح، لن تتحمل الحيوانات مزيدا من أعمال الثعلب الشريرة، لذا يجب أن يحاكم أمام ملك الغابة. واشتكت الحيوانات لملك الغابة عن أفعال الثعلب الشريرة. هذا هو الحال يا سيدي الفاضل، أرجوك اقبض على ذلك الشرير وبسرعة. نعم فهمت شكواكم، ولكن قولوا لي أين هو الثعلب نفسه؟ الثعلب مختبئ في مكان ما يا سيدي، لأنه خائف من المحاكمة. أجل، إنه ثعلب شرير. ألا يستطيع أحدكم إحضار الثعلب إلى هنا؟ تكلموا. إنه ثعلب ماكر. وإنه ماكر. تناقشت الحيوانات فيما بينها على أحدهم أن يذهب ويأتي به. الجميع يتظاهر بالشجاعة، ولكن في الحقيقة كانوا جميعا يخافون منه عدا الدب. علي أن أذهب وأحضره، الجميع متحمس ولكنهم خائفون من الثعلب. حسنا، مما أنا خائف، وأنا أكثرهم قوة. نعم سوف أهزم بالتأكيد ثعلبا هزيلا. أيها الثعلب، أنا الدب، هيا اخرج حالا، أنت مطلوب للمحاكمة. أهلا سيد الدب، أهلا بك. أهلا، إنني أشكو من معدتي، تعال ساعدني أرجوك، لقد أكلت الكثير من العسل. عسل؟ أنت تحب العسل أليس كذلك؟ تعال معي، سوف أعطيك شيئا من العسل، تعال معي فقط ساعدني. مع أن الدب كان كبيرا وقويا، فإن العسل كان نقطة ضعفه. لقد نسي تماما المهمة التي أتى من أجلها. هذه فرصتي سأنتقم. أيها الدب، هذا جذع منشور جزئيا، ولكن يوجد الكثير من العسل داخل هذا الشق. هيا خذ منه، هيا. تفضل. عسل، إني أحب العسل. والآن لماذا لا أعالج أمر المحاكمة مثل ما عالجت أمر الدب المغرور بقوته؟ ها؟ سأفعل ذلك أمامهم. ماذا؟ أنا أكل الفراخ؟ مستحيل يا سيدي، مستحيل أن أفعل شيئا كهذا، لا يمكن يا سيدي أبدا. إن الدجاجة في الحقيقة هي المخطئة. طبعا بسبب إهمال الدجاجة غرقت الفراخ في النار، وعند سماع استغاثتها أسرعت إليها. الحقيقة أنا حاولت يا سيدي، حاولت إنقاذ الفراخ، ولكني جئت متأخرا لإنقاذ الفراخ المساكين. كلا، لقد أكلتهم أمامي. أجل، لقد أكلهم. ماذا؟ هل لديك أي دليل؟ هل لديك شهود؟ أنت تكرهينني، أعرفك ولذلك تتهمينني. نعم أسكت يا قدر، كيف تفسر تكسير قروني؟
عن أي شيء تتكلم أنت يا أعز الأصدقاء؟ ها؟ أنا كنت لطيفا معك ودلكت كتفيك، أنت قلت لي إنك اكتفيت، ثم ركضت وركضت، ثم تعثرت بصخرة وكسرت قرونك. نعم أنا أتذكر أنت كنت تركض وتركض. كنت تدنك كتفي، ها؟ في الواقع كنت تريد أن تخنق الخروف، وأنا كنت أراقبك، لهذا هاجمتني وأصبح مظهري هكذا. أيها الكاذب قل الحقيقة، إنقاذ الفراخ، تدليك الكتفين، أين أنت من عمل الخير؟ وهكذا وقف كل حيوان يصف أعمال الثعلب الماكر، ولكن الثعلب استطاع أن يخلص نفسه بمهارة، ولو استمروا هكذا لكان من الصعب معرفة الطرف الصادق من الطرف الكاذب. كان ملك الغابة في وضع لا يحسد عليه. أنا أعترض يا سيدي، إذا استمرينا هكذا فلن نصل إلى قرار نهائي أبدا. أنا عندي اقتراح. اقتراح؟ اسمح لنا بأن نقرر بالمبارزة، ومن يفوز بالمبارزة يعتبر الصادق. مبارزة؟ إن الصادق هو في حماية الله دائما وسوف يفوز في كل الأحوال، فلنبدأ المبارزة. هل من منافس بينكم؟ ها؟ من يقبل بمقاتلتي؟ هيا تكلموا، ما رأيك أنت أيها الدب؟ هل هناك غيره؟ أيها الدجاج، أيها الغراب، أيها الدب، من ينازلني؟ من الواضح أنكم جميعا لا ترغبون بذلك، لأنكم تعرفون النتيجة. نعم تعرفون أنني سأغلبكم، لأنني قوي ولأنني على حق. أنتم كلكم تكذبون. هيا هيا. يجب أن تبارزه أنت يا ديف. أنا لا أستطيع، أنا لا أريد. هيا أنت الوحيد الذي يستطيع، هيا أرجوك. ولكنني نعم لقد خدعت ملك الغابة بسهولة جدا. ما هذا؟ أوه رسالة؟ فلننظر، المبارزة هي الحل الوحيد لمحاكمة أعمالك الماكرة. غدا تتبارز مع الذئب. أوه يا إلهي الذئب، إذا قتلته بعدالة سوف ينتصر علي حتما. نعم. يبدو أنهم سيقررون من هو الطرف الصادق بعد المبارزة. انظروا إلى الثعلب كم هو ماكر، لقد غطى الثعلب جسمه بالزيت. ترى ماذا يخطط؟ أراهن أن في ذهنه حيلة خبيثة. انظروا، لقد بدأت المبارزة. الذئب هاجم الثعلب، لكنه لم يستطع أن يمسك به، لأن الثعلب كان مكسوا بالزيت. لقد حاول الذئب مرارا ولكن... جمال أخيرا انتصرت عليك، الآن اعترف بأنك مخطئ، اعترف بأنك قد خسرت. إنك تؤلمني أرجوك، اسمع لي أيها الذئب، من الآن وصاعدا أهذب نفسي وأقدم لك كل شيء. أنت لديك القوة وأنا لدي العقل، أرجوك دعنا نعمل سويا، إن انتصارك لا يعني شيئا، سوف تكرهك الثعالب كلها. ما أمكر الثعلب، لقد دهك عيون الذئب بالزيت. وهكذا فشل الذئب في المبارزة واعتبر خاسرا. جميع الحيوانات التي كانت تساند الذئب تخلت عنه. مسكين لا يستطيع حتى الوقوف من كثرة الجروح. مع أنه كان صادقا لم تقف الحيوانات إلى جانبه، وذلك بسبب فوز الثعلب عليه. بعد تفكير عميق قرر الذئب أن يكون في المستقبل حذرا من خطط الثعلب القذرة. ومن الجهة الأخرى قرر ملك الغابة أن الثعلب هو الصادق. ليس هذا فقط، بل سمعت بأنهما أصبحا صديقين حميمين. مسكين الذئب خسر المعركة وذهب إلى بيته حزينا مثخنا بالجراح.
بينما حظي الثعلب باحترام ملك الغابة وأقام على شرفه حفلة ضخمة حضرها معظم حيوانات الغابة.